شارع السد موجود فيه كل الفوانيس اللي انتوا بتحبوها، واول لما تنزلوا كده جنب مسجد السيدة زينب تحسوا بالبهجة ما بين كل الناس اللي في الشارع دون. ناس كتير جدا من دول عدة قابلتهم في الشارع وقالوا لي ان هم مبسوطين جدا انهم جم مصر عشان خاطر يستمتعوا بالاجواء الرمضانية. وانتوا بقى ماشيين في الشارع دون هتلاقوا على اليمين المسجد بتاع السيدة زينب رضي الله عنها، وعلى الشمال الناس اللي بتبيع الفوانيس. اسعار الفوانيس هتلاقوها مختلفة، من اول بقى 20 ل 30 ل 40 لغاية 200-300 جنيه، كل واحد وحسب مزاجه. حاجة جميلة جدا ان مصر رمضان فيها طعم مختلف عن اي مكان تاني. والحاجة الاجمل ان انتوا لما تمشوا في الاحياء الشعبية هتحسوا كده بريح رمضان. الجمال في مصر حاجة جميلة جدا، ان الناس الطيبة بتصنع حاجات بسيطة وبسعر رخيص. حاجة جميلة لما تمشوا في الشارع ده بالاخص وتفضلوا تتفرجوا كده على كل حاجة، حتى بتاع الليفة ده انا ببعت له سلامي وبقول له كل سنة وانت طيب. يا سلام على مصر، ويا سلام على الاحياء الشعبية، وكمان مسجد السيدة زينب، وحاجات جميلة جدا تراثية بنفضل نتفرج بيها ونستمتع. احلى حاجة ان انت لما تنزل مصر وتحضر بقى الناس كده في السحور ولا كمان في الفطار، وتحس كده الاسرة كلها متجمعة او حتى الصحاب بيجمعوا نفسهم وبينزلوا الاحياء الشعبية. حاجة جميلة وحاجة لذيذة ان تلاقي واحد بيبيع ترشي في شارع السد اسمه الحريف واقف عنده الناس طوابير في رمضان، وفي نفس الوقت كمان هتلاقي حاجات تراثية حلوة واكل شعبي. روحت بقى وانا ماشي كده لقيت واحد بيبيع فشار، الرجل الطيب دون واقف بيبيع الكيس ب5 جنيه، وجيت سألته وقلت له عندك بسكر ولا بملح؟ قال لي بعمل الاتنين. ببعت له سلامي وبقول له فعلا الفشار عندك ريحته جميلة جدا وطعمه جميل جميل جميل، وكل سنة وانتم طيبين. وساون طيب. هو طيب يا غالي. ازي حضرتك؟ الحمد لله. يا رب يكون بسعة وسعادة. الله يكرمك. السعر كم بتاع العلبة؟ ب5 جنيه. 5 جنيه. ده كله طبعا بالملح. بالملح. ما فكرتش تعمل بالسكر ولا حاجة؟ لا، في والله جبنة وفي كمان لحات. حضرتك كله شغال على الملح. كله بخمسة جنيه. كله بخمسة جنيه. طيب جنيه. انت حضرتك بقى بتيجي تقعد فين اصلا قدام محمد السيد زينب كل يوم ولا ايام وايام؟ لا والله كل يوم حاليا بس عشان خاطر رمضان. لكن برضه صيف وشتا شغال برضه؟ لا مش جاي والحرب يعني، في الشتا ما فيش شغل. واسمع حضرتك يا فندم. محمد. احلى حاجة بقى لما تنزلوا بالليل كده عند السيدة زينب المسجد هناك وتمشوا شارع السد وتتفرجوا على الجو الرمضاني. صفحة اكلة عدنان بتدعم كل الناس وبتقول لكم كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم.